الكريم متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله نتحرك بأول أشواطنا الرئيسية لهجن أبناء القبائل الفئة فئة المحليات اللقاية الأصايل، المسافة 4 كيلو مترات. نرحب بكل الأخوة الحاضرين على أرضية ميدان الهباب، ونرحب أيضا بالشوط الرئيسي أو نقترب من المركز الأول. شوط يحمل في طيات الكثير والكثير من المفاجآت. شوط التأهيل الأول، شوط التأهيل الأول. نرسل الأنظار ونفتتح الإذاعة بقسيورة بالمركز الأول، محمد بن مصبح بن عبيد بن يولك من يقدم لنا قسيورة بالمركز الأول. المركز الثاني فشعار سعيد بن سهيل بن دريوي من يتقدم بالمركز الثاني. المركز الثالث أقول سرابل سعيد بن عامر المغيري. المركز الرابع، المركز الرابع هذا الشعار القادم سالم بن عتيج بن علي بن راشد بالقوم. والمركز الخامس أقول خيال وسعيد بن سالم بن غدير هو من يقدم خيال. المركز السادس، المركز السادس فتأتي سرابة جاسم بن محمد بن علي لوهيبي، وهنا أيضا تتواجد بالمركز السابع الجنوبية وسعيد بن محمد بن فرج المهيري. أما المركز الثامن، المركز الثامن أقول حشيمة ومطر بن محمد بالطبيعة. والمركز التاسع، المركز التاسع من واقع الشعار شعار محمد بن عتيج بن خفية يقدم لنا هملولة. والمركز المركز العاشر الضبية لأحمد بن يمعة بن مطر بن مايد الخيلي. هذه الأسماء المتواجدة. شوط يا الله يا هي الشعارات، شوفوا وأحلى الميدان بهذا المنظر، شوفوا أحلى الميدان بهذا المنظر الجميل. شوف يا مصورنا عطلنا صورة عامة، صورة عامة حق المجموعة اللي في الوسط والمتأخرة. شوفوا المنظر يا جماعة، شوفوا الأعداد الكبيرة المشاركة في أول أشواطنا الرئيسية. نعود إلى بلقوم وإلى بندريوي، أهل الميدان وسكان هذه المنطقة من يسيطرون على الميدان، على المركز الأول. المركز الثالث أقول هني تأتينا الجنوبية سعيد بن محمد بن فري المهيري من يقدم الجنوبي المهري. المهري هذه الجنوبية خطيرة خطيرة، حسبوا لها 1000 حساب. قبل تقريبا 15 يوم شاركت عندنا هني وفازت بالمركز الأول. هذه الآن شاركنا اليوم في الشوط الرئيسي. المركز الرابع، المركز الرابع أقول في رابع المراكز تأتي سرابة سعيد بن عامر المغيري، أيضا شعار ما يستهان به، شعار لصولات وجولات أينما شارك، ودائما على الشاشة، دائما على الأسماء الأولى، دائما على منصات التتويج. يقدم لنا أيضا الآن جديدة مع الموسم الجديد نقلة تالية إلى المركز الخامس فشعار أبو محمد. شعار عتيج بن علي بن خفية هو من يرسل هملولة. أحمد بن عتيج بن خفية وسيب بن علي بيكليب مع قصايب محمد بن رايد بن حمد بالعامري هذا اللي بالمركز السادس. والمركز السابع، المركز السابع فتأتي اللي هي سرابة جاسم بن محمد بن علي الوهيبي. المركز الثامن أقول الضبية لأحمد بن مايد الخيلي. والمركز التاسع هذه أيضا أطلعت من المعمعة، أطلعت من المجموعة الثانية وتبغي متابعة لها أحداث علي بن طالب بن محمد بن قريع. الله الله الله، الناموس وين؟ الناموس وين؟ حاير طاير، حاير طاير. تبغي متابعة الأمور يا جماعة، الأمور ما تتحمل، الأمور ما تتحمل. الله الله، ياهو شوط، ياهو شوط مثير، ياهو شوط خطير. هذه سرابة سعيد بن عامر المغيري، قلت لكم غار على المركز الأول، شل الغارة، شل الغارة على المركز الأول. هذا الأسم، هذا الحدث، هذا المفاجأة يعني في هذا الشوط. المركز الثاني الجنوبية، الجنوبية وسعيد بن محمد بن فرق.
البري المهيري ووصلوا العمالقة، وصلوا العمال مهري، نعم شمردلة وسلطان بن عبيد بن حمد بالصوب، وصلنا إلى المراكز الأولى. ومن الجانب الآخر شعاسية بن علي بن كليب من يتقدم أيضا على ظهر قصايب ومحمد بن راشد بن حمد بالعامري الاستبي. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، نحن نتابع 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 نتابع. يلا يا أبو محمد اطلع يا ولد اطلع، واللي له الطلعات يطلع، واللي له الطلعات يطلع. مهما قلنا شايعه ركضني زاقيها جنان، مخطر الآلي من السرعة تقصة، ترمح باقي من الكيلو ثمان، بس خلك نبه وعاملك وصة. روح روح يا أبو محمد، روح مع الناموس، روح مع الناموس. الله يهرفاده، الله يهرفاده. صباح الخير يا المنطقة الشرقية، صباح الخير يا هرفاده، صباح الخير على هذا الأداء المتواصل وعلى هذا الهجوم من قبل شمردلة. سلطان بن عبيد بن حمد بالصوب الاستبي هو من يقدم لنا النجمة الزرقاء في الشعار الأصفر لمر كل الناس، كلهم يحيونا، الجماهير تحييك. المركز الثاني تحركت غصايب تحركت. محمد بن راشد بن حمد بالعامري يحاول، عندك تلحق ما تلحق. الأمتار الأخيرة بين شمردلة وقصايب. هالرفاده. فوتو فنش. نهني الاثنين بالعامري والصوب المركز الثالث رقمها كم؟ 43.